بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. السؤال السابع في الدرس الثامن بيقول اثبت ان الجهاز التكعيبي ل128 زائد الجهاز التكعيبي ل16 ناقص 2 الجهاز التكعيبي ل54 كل ده بيساوي 0. ده السؤال الأولاني في السؤال السابع. طب 128 دي نحللها بقى. 128 دي هتدينا 2 في 64 طبعا تحت الجهاز التكعيبي، اتنين في 64، 16 ب 2 في 8، 2 في 8 ناقص 2 54 في 9 في 6، 9 في 6 جذر تكعيبي 64 دي تطلع تحت الجذر تبقى 4 جذر تكعيبي ل2، 8 تطلع ب2 جذر تكعيبي ل2، دي بقى 9 في 6 دي عبارة عن 2 في 3، 6 دي عبارة عن 2 في 3، 3 دي تضرب مع 9 تبقى 27 تطلع تحت الجذر تبقى 3، والاتنين تتبقى تحت الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي 2، الجذر التكعيبي 2، الجذر التكعيبي 2، نجمع ونطرح 6 ناقص 3 تبقى 3 الجذر التكعيبي ل2. لا المفروض تطلع 0، ففي حاجة غلط. دي 7، معلش بقى هنا 2 في 3 ب6، معلش 2 دي هنا 2 و27 تحت تطلع من تحت الجذر تبقى 3، يبقى 2 في 3 ب6، 6 ناقص 6 هتطلع 0، 6 ناقص 6 هتطلع ايه؟ هتطلع 0، وهو المطلوب اثباته. السؤال اللي بعده بيقول الجذر التكعيبي ل54 في جذر تكعيبي ل16 على الجذر التكعيبي ل4 في 6، المفروض ان هو يساوي 1. عاوز يثبت الجذر التكعيبي ل54 عبارة عن 9 في 6، الجذر التكعيبي في 16، 16 عبارة عن 2 في 8 على الجذر التكعيبي ل4 في 6، تنزل زي ما هي 4 و6 عادي على الجذر التكعيبي ل4 في 6. 9 و6 دي قلنا عبارة عن 27 في 2، 27 في 2 تحت الجذر التكعيبي، والتمانية تطلع برا تبقى 2 الجذر التكعيبي ل2. 27 عبارة عن 3 الجذر التكعيبي في 2 في 2 الجذر التكعيبي 2، دي عبارة عن 6 في الجذر التكعيبي ل4 على 6 الجذر التكعيبي ل4، دي هتروح مع دي هتدينا 1. يبقى كده احنا خلصنا الدرس، قصدي السؤال السابع في الدرس الثامن، وكده يبقى فاضل لنا السؤال فكر واستكشف، وبعد كده ندخل في أسئلة المحافظات. شكرا، سلام عليكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.